اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن اسامه، بجد التحيه بيك وبضيوفك الكرام كابتننا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لفريق النادي الاهلي مواليد 2006، فوزه على فريق الانبي بهدفين مقابل هدف يعني في الدقيقه 90، وزي ما بنقول روح الدقيقه 90 بتتوارثها اجيال النادي الاهلي. انا بينضم لي في هذه الاثناء واحد من ابناء ويعني الاساطير النادي الاهلي واساطير القاره السمراء، كابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي والد عمر سيد معوض. كابتن سيد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي الكابتن اسامه حسني، كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش. مباراه كبيره وعمر النهارده، انا بتكلم بقى عمر بالتحديد، لعب مباراه كبيره وجاب هدف. قول لي شفت المباراه ازاي وشفت الهدف؟ يعني طبعا بسلم على كل اللي موجودين وبالتوفيق دايما، وحاجه كويسه برضه فاروق ان قناه النادي بدات تذيع ماتشات الولاد الصغيرين، بتعرف الناس بيهم وبتعرف الجمهور بيهم بشكل كويس، ان انت ما بتشوفش لقطات بس، ده انت بتشوف مباريات كامله فتقدر تقيم اللعيبه دي تقييم كويس. لا يعني ماتش كويس فريق النادي الاهلي النهارده، بيحافظوا على المكسب حتى بعد الطرد، واقفين على رجليهم واقفين بشكل كويس، فاعتقد ان هو مكسب كويس. فريق انبي من الفرق كويسه جدا، يعني الاعمار السنيه كلها في فريق انبي او في نادي انبي كلها عندهم امكانيات كبيره جدا، وفيهم لعيبه على المستوى الدولي كتير جدا على مستوى الناشئين، فاعتقد مكسب الاهلي النهارده مكسب كويس، ان انت ثلاث ماتشات بتكسب فدي حاجه كويسه طبعا. كابتن شريف عبد المنعم اتكلم على الهدف بالتحديد وقال لك الاستلامه بتاعت مع عمر، وواضح ان هو بيتفرج وعنده الامكانيات ان هو ينفذ، فاتكلم ان استلامته للهدف اعتقد كانت استلامه اكثر من رائعه، وقال ان عمر بيتفرج كتير على النجوم الكبار. أكيد يعني هي شهادتي مجروحة في عمر، يعني أنا كلامي حتى هيبقى قليل جدا، يعني يا فاروق الحمد لله بتحمد ربنا أما يعمل حاجة كويسة، فالواحد بيحمد ربنا عليه. قول له يا فاروق بلاش تديله تعب، يستمر على نفس المستوى بس إن شاء الله. كابتن اسامه حسني بيقول لك والنبي يا كابتن سيد بلاش تديله تعليمات وياخد تعليمات من الكابتن رمضان السيد. خلي بالك اسامه اكتر واحد عارف ان انا بدي تعليمات كتير جدا، انت فاهم؟ لا يعني اسامه من الناس اللي لعبت معايا وعارف الامكانيات بشكل كويس، يعني انا بقول لك كل واحد بيتمنى ان ابنه يبقى احسن منه 100 مره مش مره او اثنين، فان شاء الله يعني ربنا يكتب له الخير وتكون بدايه ان شاء الله. وبقى معانا دلوقتي على الهواء يا كابتن اسامه عمر سيد معوض نجم النادي الاهلي وصاحب الهدف، عايزك تقول له دلوقتي اول كلمه وانت بدي اول مقابله ليك معاه بعد المباراه، تقول له ايه الاول على الهدف؟ لا هي النقطه بس خلي بالك يا كابتن سيد، اقول لك على حاجه، انا في حياتي انا عمري ما بعمل كده، يعني انت فاهم، انا عملت بس عشان خاطرك وخاطر اسامه والناس اللي موجوده وقناه النادي. يعني ما لا اول حاجه يعني طبيعي جدا اقول له مبروك وجون حلو، يعني في حاجات بتحب تتفرج عليها، يعني في حاجات بتفضل معاك في الكوره، فدي ده من الاجوان الحلوه واول مباراه مذاعه للفرقه، فدي بتبين صورته قدام الناس، بتبين صورته قدام الجمهور، او بمعنى اصح بتقدمه بشكل كويس، فالحمد لله وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سيد، واخد بقى عمر بقى، واعتقد الهدف دي ليه هديه عندك يا كابتن سيد. باذن الله. عمر سيد معوض واحد من نجوم النادي الاهلي يا كابتن اسامه، في البدايه عايزين نطمن عليك، الكابتن شريف عبد المنعم عايز يطمن عليك وعلى الاصابه، طمني على الاصابه بتاعتك يا عمر. لا لا والله يعني الحمد لله، بس جالي كرامب في السمنتين علشان عملت سبرنتات كتير، بس الحمد لله والله ما طلعت اتلكت وعملت كل حاجه تمام. كابتن شريف عبد المنعم اتكلم على الهدف وقال الاستلامه، واتكلم على ان انت بتتفرج على نجوم كتير، وانت طبعا انت قايل ان كابتن شريف بيقول لي بتتفرج على كريستيانو، وانا عارف انت بتحب ميسي. يعني انا الحركه دي اصلا انا متوقعتش ان انا اعجبها، يعني انا استلمتها وانا كنت هسندها لهشام، بس يعني يا بقى سبحان الله يعني جت كده توفيق من عند ربنا سبحان الله. مسألك الاعلى، انت قلت لي الاول يعني كان الكابتن سيد معوض وبعد كده بقى ميسي، احكي لي بقى القصه دي. لا يعني مثلا الاعلى كان بابا عشان انا كنت بلعب مكانه، كنت بحب قوي اتفرج عليه وكنت بحب اعمل حاجات زيه، دلوقتي بقى طلعت قدام فانا يعني شايف بقى ان ميسي هو اللي بيلعب قدام، عايز اقلده عايز اعمل حاجه زيه. بس عايز تقول ايه بقى للكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش، الكابتن اسامه حسني النهارده وانت شايف قناه الاهلي بتزعلكوا المباراه، واعتقد دي لاول مره. لا يعني دي الاول مره يتزعلنا مباراه، وانا الحمد لله ربنا وفاني يعني ظهرت بشكل كويس قدام الناس، والحمد لله وانا بشكر طبعا كابتن اسامه وكابتن محمد حشيش وكابتن شريف عبد المنعم. قول له يا فاروق دي البدايه، فكروا بمنتخب القاهره يا فاروق،
بيقول لك الكابتن اسامه دي البدايه، والكابتن محمد حشيش بيقول لك البدايه، والكابتن شريف بيقول لك احنا مستنيينكم ان شاء الله كمجموعه لاعبين من الفريق ده تكونوا موجودين مع الفريق الاول باذن الله. ان شاء الله باذن الله اللعيبه كلها مميزين عندنا ان شاء الله باذن الله. برضه مسالك الاعلى هيبقى هيفضل الكابتن سيد؟ اه طبعا. كابتن اسامه انا ايضا بينضم لي في هذه الاثناء الكابتن محمد دوابه المدير